قال لي يا مبروك عليك راه خرجت لك اونتريك اكسبريس، كنلقى لي كونديسيون شويه صعاب. كيفاش جيت لكندا؟ ميساج كنسمعو هنا في انستغرام تيك توك كلشي فين تلقاني برا خويا. واش الدراري مرحبا بكم في فلوق جديد بحال العاده 8 الصباح هادي فين غنمشيو؟ فين قول 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 يا هادي لا صال نورمالمون غتكون تفرجتي فلوقات اللي فاتوا عارف شنو كيطرا. فهمتي اول حاجه كم دابا النهار ما قدرتش نحيد بحال الماكله، دونك ديريكسيون لا صال نمشيو نترينيو. عندنا اليوم تيست داي نديرو شي بروغرام مزيان نصورو ليكم. وصلنا لا صال ما يمكنش كنتنمل هادشي بري ورك اوت. فرق كبير ما بين بري ورك اوت ولا زينرجي درينك، داكشي علاش غونطابل من ناحيه الفلوس. و اخوان عندي واحد المشكل في المايك، مره كيدير طفاليا وكنبدا نهضر بحال الحمق. بون الدراري دابا غنبدا حصه ديال الصدر، كنحس بلحمي كيتنمل بري ورك اوت فريمون. هو الفرق بينه وبين الانرجي درينك، كيكون كونسونطري وفعال وكيتخمر خصم من الانرجي درينك. دونك الدراري واحد البروغرام راه مايمكنش تطلع فيه واحد البامب ناضي. جرب هذا البروغرام هذا، دونك كتخدم بشويه لي سيري ديالك بشويه لي ريبس كيكونوا طالعين شي شويه ماشي بزاف، ما بين 12 15 ماكسيموم. والبوغ كتخدم تقريبا بواحد 80% من البوغ ديالك، يعني الماكس ديالك هو هذا. كتخدم تقريبا بواحد 80% من القوه ديالو، كثر بيه بشويه وغادي تحس بواحد البومب ما يمكنش. دونك قيد هذا البروغرام هذا وسير جربو ورد عليا وبارك الله الهضره. ليتس جو نمشيو نتريني دابا تقريبا 8 نقول 11. خاصني ندير 50 دقيقه ساعه نكون ساليت 6 تريزابس، ما كنصور ما عرفتش واش نقدر نديرها ولا لا، ان شاء الله نقدروا نديروها. يلا ليتس جو. هاد ليكزيرسيس شحال من واحد ما كيديروش مزيان نورمالمون. بزاف ديال الدراري كيدير الفلاي كيلاصق هادو عند بالو راه خدم، مي نو ما تلاصقش هادو. حاول تمشي تلاصق صدرك هو الاول، ماشي بالضروره يقدر يجيك ما وصلوش ولكن صدرك يوصل من ورا يمين. دونك يا جو هاد جو هاد ياب Tu es déjà en train de bâtir une bonne fondation pour que plus tard tu vas devenir toujours taché. Et moi, quand j'avais ton âge, je me suis mis toujours un principe et je le vois en toi. Et c'est pour ça que je te demande. Oui, je travaille ici. Il me reste 2-3, mais si tu veux travailler ensemble, on peut travailler ensemble si tu veux. Ok, merci. Si tu le prends comme. Comme conseil, ou si tu prends. Oui, j'aimerais bien. Ouais. La philosophie de ma philosophie qui m'a amené à ça, c'est j'ai dit, avec tous mes amis qui étaient sur le party et puis drink, je me suis dit une chose. Fais aujourd'hui, quand j'avais ton âge, et même moi, fais aujourd'hui qu'est-ce que les autres ne veulent pas pour que demain tu puisses faire ce que les autres ne peuvent pas. C'est fort ça. Comme moi maintenant, ceux qui étaient dans mes parties à moi, qui voulaient toujours. Là, je vois à l'âge de 60 ans, parce que j'ai 60, qui sont difficiles. Ouais, c'est ça. Aïe, mon dos, aïe, mon opération, aïe, mon docteur, aïe, mon médecin. Là, j'ai dit, you know what? C'est à grâce de tous les entraînements à cet âge-là. C'est pour ça que je t'ai dit, toi, tu es beau bonhomme, respectueux. Tu as un bon shape. Oh merci là, c'est très gentil. Tu es en train de bâtir une nouvelle fondation. Oh merci. Bah en fait moi je m'entraîne 7/7, mais c'est pas juste pour la forme. Bench press l'exercice tiens. Tu vois, moi même comme d'habitude je vais faire 20 kg. Attends, je vais plus. Come on. Five. Five. الدراري اللي قلت لكم بلي البامب كيطلع في ليكزيرسيس الاولاني، قسما بالله الا كنتي كتخدم ليكزيرسيس صحيح 100% البامب كتحس به في ليكزيرسيس الاولاني بلا ما تسنى الثامن ولا العاشر. انا ماكسيموم كندير 5 ليكزيرسيس في كل ميش، يعني 50 دقيقه بالزربه كنسحب
دونك هنايا غادي نزيد ثلاثة اخرين ما نقدر نصور كل شيء باش نقدر نكمل في الزربة فهمتي نوريمي الدراري هاد ليكزارسيس مقبل الاخراني هو الفاصير هذا بيسات لي زالتير انكليني كنديرها بيسات مع لي زالتير اللي هما انكليني وكندفع الوسط نهبط بشوية ونطلع من مورا هانيشا بيسات هذه السيونس تعطلت مع التصوار وهذا دونك دابا 49 انا كنت مع 8 دونك درت ساعة و 10 دقائق في صدر و تريسابس دابا غادي ندير واحد 15 مينوت ولا 20 مينوت تاع كارديو على هاد لافيو هادي طابي كانت الله انكليني و كنت مشيت ندير غير لا ماتش نكملو كارديو الاخوان كارديو سي لا باز دونك اليوم ديال النظافة نوضو عندنا التصبين عندنا الكحل نطلعو نصبنوهم تيكون معايا الدراري عندنا واحد المشكل في هاد ليموبل كنخلصو دابا بالله العمارة كاملة كنتجمعو دايرين واحد اللعيبة الفوق في ليطاج الاخراني كاينين تما لي ماشين لافي وهذا ماكينة الصابون وكتخلص كوينز كتلوح فلوس باش تخلص باش تصبن كل تصبينة كدي لك جوج دولار يعني الا عندك جوج الالوان يعني الكحل والبيض بوحديتهم خصك تصبنهم وخصك تنشفهم بوحديتهم جا هما مفرغين واش نديرو فحنا فهاد الموبل ما عندناش لانستالاسيون ديال لي ماشين لافي في لي زابارتيمون دونك هذا هو البلا اللي داير لينا بنادم هنا كيدير بروجي كيدير بزنس دونك نطلعو نصبنو نديكم معايا الاخوان نوريكم داكشي كيفاش كيدوز ونهبط ونعاود لكم على كيفاش جيت لكندا الاخوان هادي هي البلاصة فين كنصبنو كنزبنو بدولار 75 ديال بحال داكشي ديال كتلعب بابي فوت نورمالمون احسن بلان هو تكون عندك ماكينة الصابون عندك في الدار باغفوا راه كتعكز باش تطلع بحال هكا فهمتي بعض المرات فريمون مكيكونش عندك الوقت مي كتكون في الدار فيت فيه فهمتي زعما مكضربش على حساب هنايا خصك تهبط تجي هنايا طلع حتى للفوق تحطهم 45 دقيقة تعاود تسناهم لتحت تعاود تطلع تحطهم ينشفوا واحد الساعة مريضة شي شوية ماشي بحال عندك في الدار رائحة زكية بابي فوت اجي نميزيو الاخوان اللي كتدي الدولار كديرو هنا ولي 25 عشان لي 25 شحال الكونسير هذا المشكلة الدراري هنا الصرف قليل دونك فهمتي الاغلبية كتعامل غير بلا كارت بونكار ولا بالابل باي بالتليفون ما كتخلص بالتليفون دونك خاصك تجيب الصرف طيلا يلا كان اربحوا معانا راهي كاينه الكاميرا مولات فراسكم الدراري مولات هادشي هذا كاين تبارك الله شي 6 ولا 7 العمارات مولاتهم لبنانيه عرفت كون بقاتوها تفهمني دابا مي هضر معاها في الكاميرا تفهمني يا اختي الاونر بليز تشانج ذيس غيري الاواني شنو هي اش كتسمى ديك اللغه العربيه المصابين غيري المصابين انهم قدامى يا لبنانية بليز تشانج ذيس انه جد قديم ما هادشي ما مش نخرج بحالي من هنا دراري تخيط في الكاميرا تقالي كنهضر ما عرفتش الكاميرا فيهم الصوت ولا لا المهم كيفاش جيت لكندا ميساج كنسمعوه هنا في انستغرام تيك توك كلشي فين تلقاني برا خويا 18 جيتي بيه لكندا واخ جيت لكندا از ستودنت كملت قراية ماشي كملت قراية مي عاودت قريت هذه الحاجة اللي ما كنصحش بها حيت واحد الوقيتة بديت كنفكر انني نجي لكندا غير باش نجي لكندا ما كنتش باغي نخرج من المغرب ما عمرها كانت عندي الفكرة انني نخرج من المغرب اللي كان كيقول لي خويا راه باغي نمشي لبرا باغي نمشي لاوروبا كيجيني بولشيت ديما كنت كنشوف لوبورتونيتي كاينة في المغرب وراه بصح كاينه في المغرب وما كنتش باغي نكيتي كيفاش جاتني الفكره هو انه لانفليونس كاين واحد صاحبي اللي في كندا كنت كنهضر معاه ديما ابل ديما كيبدا يعاود ليا كيبدا هادي شويه بشويه بدات كتدخلني الفكره لكندا اون فوا دخلتني الفكره انني نجي لكندا بديت كنشوف شنو هما
الطرق اللي نقدر نمشي بهم لكندا. دونك كيفاش زيد هو انه بديت كنقلب باش نجي اونتريك اكسبريس، كنلقى لي كونديسيون شويه صعاب، كنعكزني واحد التست ديال الفرونسي تي سي اف، بدات بريباري ليه 3 شهور 4 شهور وانايا كنفوكسي غير في الخدمه وفي جميع الفلوس. ومهم كانوا كيبانوا لي غير الفلوس ديك الساعه، كنت مازال جون في عمر ديال 22 23، اصلا من 18 عام وانا خدام وكنجمع الفلوس وقلب في هادي وهادي وهادي. وهاد القضيه هادي هي اللي كانت سبب كبير ورئيسي انني بديت لكندا، هي الخدمه اللي كنت كندير من 17 عام 18 عام للفوق، هي السبب باش جيت لكندا. بقيت كنهضر مع الدري ديما بدا كيعاود لي على كندا وهذا، قلت ليه عرفتي غدير، عطيني الكونتاكت ديال الكونسلتون اللي جيتي معاه. ما غنذكروش بالخير، كان باد اكسبيريونس، واخا خديت الفيزا ولكن ديما كنعاود عليه بالخايب. انا غنقول لكم علاش. دونك جات الفكره، قال لي شوف راه عندك انك تقدر تجي اتوديو في البدايه ديال 2022. لي كونديسيون هو انه خصك تكون عندك المينيموم باش تدفع 25، هذه اقل حاجه نورمالمون كيقول لك 30. لاجون دو كونسلطاسيون قال لي خصك تكون عندك 30 مليون في الكونت، ويكون السالير ديال الكارون ديال كيكون فايت 10000 درهم، وبدا لي واحد لي كونديسيون شويه صعاب. الكونديسيون اللي كانت صعيبه بزاف وكتجي بزاف ديال ليزيتيدون هي ان دوك 25 مليون منين غادي تجيبها. انا منين جبت 25 مليون هو انه كنت كنخدم من 18 عام حتى 22 عام، كنت خدام اي ميك ماني، وكنت كنجمع وفي 22 عام كانت عندي اكثر من 30 مليون في الكونت بونكير. و الحمد لله في داك الشيء زعما انا والديا ماشي غنيين، ما كانوش عندهم الفلوس اللي يقدروا يضمنوني ولا يفورنيوني، فهمتي زعما على قد الحال ما عندهمش وما خصهمش، الحمد لله عائله متوسطه، دونك ما غيقدروش يجيو زعما باش يبدا يصيفط ليا المونسيواليتي هنايا. انا في عمري ديك الساعه جوبونس 24 25 عام، اصلا ما يمكنش حشومه، ما نقدرش ما اكسبتيهاش اصلا. ملي كتكون عارف السيتواسيون ديال والديك راك عارف ما عندهمش من غير شنو كتقول لهم عطيوني، وانت راه عارف السيتواسيون كامله، يعني لا يمكن، انت عارفه بلي لا يمكن يقدروا يصيفطوا لك. اللي نفعتني هي ديك الخدمه اللي كنت كندير من 18 ل 22، في اللي غيسولوني فاش كنت خدام كنت خدام في الانترنت. وعاونتني واحد الحاجه اللي كنت كنلعبها ورديتها كنديرها فلوس اللي غيعرفها، دوفيوس، واحد لو جو سميتو دوفيوس، درت منه الفلوس. كنت كنبيع ونشري في الكوين ديالو. دونك كانت عندي في ديك البيريود اكثر من 30 مليون في الكونت باش غادي ندفع فيها. دونك الكونديسيون ديال 30 مليون في الكونت كانت عندي صافي، وبديت كنقادو البروسيدور وانا جيت ضامن راسي. زعما بزاف ديال لي زيتيديون كيجيو انه الكارون كيكون هو والديك، انا جيت ضامن راسي بيان سور كيكون كان الوالد في الدوسي، ولكن انا نجي انا باش نانفيستي في راسي باش نكمل القرايه صافي. اصلا من دافع مع الكونسلتون كيقول لي غير نبداو نوجدو الدوزيام طونطاتيف، انه راه ما غاديش تصدق ليك. زعما كنشك في الدوسي ديالي سورتو الفلوس، حيت انني دافع كيف ما قلت لكم انني دافع كارون ديال راسي. داز جوج سيماناج كيعيط ليا لاجون كيقول لي الو اكرم، انا كنت متوقع روفي فهمتي زعما صافي، حيت شوف لاجون اللي كنت معاه اول حاجه كان كيتعطل في لا ريبونس، كان كيجاوبك غير ثلاث الاربع الخميس صافي، يعني ثلاث ايام في السيمانه اللي يقدر يجاوبك فيها. دونك سيرفيس كان ايام طو دو ريبونس ديما كيخليك مستريسي، ديما كيخليك في لو تراك كتسنى، هادي ما كنحملهاش اي واحد كيدير عنده سيرفيس وما كيجاوبش الكليان مزيان. سيرفيس صراحه كان ناقص بالنسبه للبروسيدور هذا، نوطي هاد لاجون صراحه نوطي واحد 6 ل 5 على 10. دونك مي الحمد لله تيسرات الامور، وبسبب الله وبسبب الوالدين وبسبب الدعاوي، وكنبقى اخر حاجه هو داك لاجون، حيت اي اجون كنت غنمشي معاه كذا ما كان غادي تقاد الامور. صافي كيعيط ليا حيت انا عارف هاد لاجون هذا كيعيط لك باش يقول لك اخبار، يعني ما غاديش يعيط لك يقول لك لا راه فين وصلات ولا راه بلاش مازال كنتسناو، غايجي كيعيط باش يقول لك قرار. دونك عيط ليا شي راه كنشوف المرسوم، انا جالس في القهوه باي ذا واي، جالس بالضبط في القهاوي د لقيش، انا كنت كنعمر بزاف في القهاوي د لقيش، كنت كنخدم تمايا، كنهز التليفون كنلقى
سميتو كونسلتون كندا كيعيط ليا وعشي وتشدني اول مره غتشدني الخلع حيت ديما كيعيط ليا مع عمرها كانت كتشدني الخلع تيعيط ليا قلت شي اخبار هذا كنجاوب في التليفون الو فلان الو سي اكرم صافاك كلشي مزيان هذا من هضرتو حسيت بلي كاينه شي حاجه زوينه حيت فهمتي مع عمرو كان كيهضر معايا كيهضر ديما فهمتي معقول دابا كيهضر هو في شده الضحكه قال لي مبروك عليك راه خرجات لا فيزيت ميديكال لا فيزيت ميديكال كيعني ان الدوسي ديالك تقبل اكثر من 90% ولا 95% كيبقى غير الا كان عندك شي مشكل في المرض المعدي ولا شي حاجه اللي غيخليوك انك ما تجيش ولا كيروبورتيو لك الفول ديالك حتى كداوى من داك المرض هنايا عتي سمعت داك الخبر واحد الفيلينغ مخربق فهمتي حيت انا اصلا في الاول ما كنتش باغي نكيت المغرب وما حسيتش بشي فرحه كبيره صافي فهمتي قال لي هذا والمشكل علاش هو الاجون فرح حيت الدوسي ديالي كان في شكل كان مشكوك فيه فهمتي مشكوك فيه انه ما مقادش انه بزاف الحوايج زعما غير دافعين وصافي دافعين باش نتسمى دفعنا ودافع بلا تيست تسعف بلا حتى شي حاجه وقبل كتمشي عند بزاف ديال لي بيرو كيقول لي خصك تيست تسعف ولا بلا ما تدفع معايا دونك فهمتي بزاف العوامل اللي اللي كيشكوا انني ما نجيش بهم لكندا دونك فينالمون خرجت ليا الفيزا في 3 سيمين جو بونس يعني من بقيت اللي دفع الدوسي حتى لا ريبونس كانت فيها 2 سيمين باش جاوبوني نمشي ندير لا فيزيت ميديكال ومن بعد شي 10 ايام ولا 12 يوم صافي طبعوا لي الباسبور فيه الفيزا وصافي وديك الساعه كانت شي شهر خرجت لي في شي شهر 7 ولا شي حاجه بحال هكا بقيت كنتسنى انا كان خصني نجي نقرا حتى لجونفي يعني كان الوقت بزاف وقطع الطياره قبل بشي شهرين بقوت لي صافي بغيت نتحط في البروسيدور صافي بغيت نعول صافي بقيت كنتسنى ايوا سيدي مين جيت هنايا جيت از ستودنت كملت القرايه ديالي اونشينيت لي سيسيون كنت كنقرا الصيف ونخدم وكلشي دونك ما باش نسالي بالزربه كانوا عندي 4 ديال لي سيمستر بلاصه اللي كنت غادي نديرهم في عامين درتهم في عام شهر 4 سيمستر نورمالمون بنادم كيقرا غير جوج ديال لي سيمستر كيحب الصيف يعاود يقرا جوج سيمستر وهي غاده صافي فينالمون جيت هنايا الاحساس كان بشكل لانفراستركتور كانت بشكل الكولتور هنايا بشكل بزاف الحوايج بشكل سورتو ليماج اللي معطيه على كندا في السوشيال ميديا ماشي هي ليماج الحقيقيه شويه زايده فيها ولا كانوا كيعطيو ليماج ديال شحال هادي دابا تبدلات كتجي هنايا كتكون شويه الصدمه خصك شويه الصبر وكيفاش دوزت كيفاش زيريت قرايتي وخدمتي وكلشي سيجي طويل ما نقدرش نديرو لكم في هذا الفلوغ غنخليوه الفلوغ الجاي كيفاش زيريت القرايه غنعطي دي زاسيس لي ستوديون كيفاش خلصت القرايه كيفاش بزاف الحوايج لي زاسيس الخدمه كيفاش عشت داك البيريو ديال الثلج كيفاش زيريت ستريس بزاف هنا كيجي اكتئاب انا الحمد لله برداد الوالدين والدعاوي ديال الوالديه والله كيشوف فيا بحال كيشوف فيا غير انا نتوما ما كاين كيشوف فيكم والله الاخوان فهمتي زعما بالانرجي بوزيتيف شوف كاين الله كاين دعاوي ديال الوالدين والرضا ديالهم وكاين سبور هاد ثلاثه الحوايج هما اللي كراوني في هاد كندا كامله باش نقول لكم شنو كاين شي حاجه اخرى ما كراني حتى شي واحد هنا كتجي ما غادي تسنى المعاونه من حتى شي واحد كلشي كيجري الله يحسن العوان كلشي كيجري كلشي شاط طريق لمستقبله دونك حتى واحد ما تسنى يمد ليك يديه وانت لا قديتي ديرها ما قديتيش راه ماشي بالضروره عليك حيت مالوغوزمون الصوره اللي معطيه على كندا راه كيصحاب لهم كيلقاو الفلوس بحال الكازون هنايا ولا الشجر كيبدا يطيح الفلوس كاينش داكشي هنا كاين تقاتل كاين الحرب كاين تماره كاين بزاف الحوايج سيرتو في البيريود 16 ايتوديون دونك دوزت بزاف الحوايج الحمد لله ما كانوش خايبين كانوا خايبين بزاف الناس ولكن بالنسبه لي انا جاوني ساهلين جريتهم الحمد لله بالمود مزيان وبكل شيء بخير وهذا ما كان وانا دابا راه في كندا تقريبا عندي عامين ساليت القرايه ديالي خديت ديبلوم خديت البيرمي طرافاي بوز ديبلوم دابا كنجري على الوراق باش ندير لا ريزيدونس بيرمانونت ان شاء الله انا دابا كندير الفريلانس خدام ما نقدرش نقول لكم بالضبط شنو كندير اللي متبعني في انستغرام راه مره كنشير شي شويه شنو لي بروجي اللي خدام فيهم قريب غادي انونسي واحد البيغ انونسمنت اللي غنعاونوا بهم بزاف ديال الناس بزاف ديال لي بروفيل ما نقدرش نقولها دابا تقدر بالفوق هذا نحطو
وتكون ديجا خرجات غنانونسيها مي ان شاء الله هالانستغرام ديالي دخل دير لي فولو مرحبا بك هضر معايا كنهضر مع بزاف ديال 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 الناس في انستغرام انا اكتيف كثر في انستغرام صيفط لي ميساج عندك سؤال عندك شي حاجه وتا هادشي ديال لي كونسلطاسيون والتخربيق غادي يكون ان شاء الله فور فري حتى هو جاي جايين بزاف د الحوايج دونك مرحبا بكم عندي في انستغرام ما تنساش دير ابوني كومونتي لي شي عافيه شي حاجه باش نعرفكم وصلتي حتى لهنايا وبغيت نعرف المتتبعين اللي كيعجبهم الكونتوني ديالي كومونتي لي عافيه بحال هادو باش نعرفك وراه كنقرا كاع لي كومونتير سواء في انستغرام سواء في اي بلاتفورم انا اكتيف شويه في السوشيال ميديا حيت هي بارت من الخدمه ديالي ومرحبا بكم وما كاين غير الموتيفاسيون البوزيتيف انرجي ديما واخا ما عرفتش شنو يكون واقع كاينه غير البوزيتيف انرجي وما تنساش تكون كتريني لونطريمون لونطريمون حيت ماشي غير فيزيكمون مزيان مي مونطالمون كتعاونك بزاف واللي غتسولني السبب علاش ما دخلتيش في اكتئاب دوزتي عامين في كندا بوحدك وهذا والوحدانيه وطاطا تلج ناقص 40 السمكري ما كاينش هادشي هذا ما كنشوفوش انا يعني كنمشي لاصال كنخرج كنولي نشوف كلشي خضر درجة الحرارة 30 والبحر واخا ما كاينش البحر كيبان ليا هادشي دونك ما تنساش التريني لونطريمون راه ما يمكنش بحال شوف اللهم التريني ولا غتولي تاخذ الدواء انا الدواء ديالي هو لونطريمون السلام عليكم دونك تهلا ليا فراسك نشوفك في الفلوج الجاي ومرحبا بك معايا في اي حاجة قديت نعاونك افيك بليزير